اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح نحكيكم عن افضل خيارات للكابتنه لجوله الدبل 28، ومحضرينكم مفاجاه حلوه باخر الفيديو، فخليكم معنا للاخر عشان تشوفوا هاي المفاجاه. شو فاروق، مين رح تكابتن بهاي الجوله؟ قررت ولا لسه؟ انا حيران بين لاعبين، وهلا بنحكي لكم عنهم كمان شوي. بس قبل ما نبلش الفيديو، لا تنسوا تسوي لايك وشير وسبسكرايب. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه، وهلا رح نبلش بالاختيارات الكابتنه. اول خيار معنا هو الخيار المضمون، اللي هو اذا ما بدك تخاطر بتروح عليه، واللي هو محمد صلاح. مباراته ضد ويست هام ممكن مباراه صعبه شوي، بس صلاح معودنا دائما انه دائما بجيب نقاط، وحتى مين مكان الخصم شفناه مثلا ضد اليونايتد جاب 3 جوال، فمين مكان الخصم صلاح دائما بتألق، وهو بالعادة يعني اللي بيجيب نقاط بالفانتسي، ومتوقع يجيب 7 نقاط. فإذا أنت بتحب أنك تروح على خيار السيف، محمد صلاح هو الخيار، وتبعد عن لاعبين الدبل اللي هم مش كتير مضمونين. مية مية. تاني خيار معنا آدمز، هو لاعب ساوثهامبتون، مهاجمهم حاليا متألق، وهو حاليا انفورم وعم بجيب الأهداف أكثر من بروخة طبعا، اللي كل حدا كمان عم بجيبه. آدمز متوقع يجيب 5.9 نقاط، وعنده دبل، ومبارياتهم مش سيئة، فهو واحد من الاختيارات لهذا الأسبوع. كمان ثالث اختيار يا الخيار شريف، اللي وراه كمان، يعني الخيار اللي وراه كمان، اذا حاب انك تحط حدا من عنده دبل غير صلاح، في حكينا ادمز، وخيار الثاني هو كوتينيو. كوتينيو متوقعينه هو يكون نجم الجوله يعني حسب الاحصائيات. نعم. بالنسبه للاحصائيات، بس انا من وجهه نظري ممكن مش كتير بايد هذا الموضوع، بس ممكن يكون خيار منيح لانه عنده مباراه خصوصا ضد ليدز استقبل اهداف كثيره بالمباريات السابقه. ممكن كوتينيو يشكل خطوره كبيره، يعني يعمل اسيستات وجوال، متوقع يجيب تقريبا 8 نقاط، فممكن مباراه الدبل تكون خيار منيح انك تحطه كابتن. 100%. وهيو كمان زعلان بالصورة وبتأسف للجميع عن الأسابيع الماضية، فإن شاء الله يكون قد كلمته ويساوي إشي منيح. أوكي، بننتقل ان شاء لآخر الله ان شاء الله. آخر اختيار معانا، هو رافينها. رافينها طبعا مدرب ليدز استقال، وهلا بمدرب جديد، فروح جديدة، وعندهم مباريات دبل. وصراحة يعني رافينها إذا في أي خطر يعني من ليدز، راح يكون عن طريق رافينها، هو دائما متواجد بالهجوم ودائما له دخل بالأهداف. فهاي الاختيارات الدبل اللي معانا كانت لليوم، وحبينا اليوم عندنا كمان معانا عمر بخاري. عمر معنا بالدوري، بيلعب معنا وبينافس شريف، واحنا متوقعين صراحة، انا متوقع انه راح يفوز شريف بالاخر، ويلا يا عمر بنشجعه. وكمان معنا اخو عمر زيد البخاري، كمان معنا بالدوري، وهو صراحة زيد بينافسني أنا. فحبينا اليوم نغير ونحكي لكم عن اختياراتنا إحنا، وكمان اختيارات عمر وزيد. فنبلش بعمر. عمر، مين أنت بكابتن هذا الأسبوع؟ مفكر صراحة ديفرنشل روح مع لوكا دين أستن فيلا، حلو. يعني بعد خسارتهم ضد واتفورد غير السيستم، جيرارد وكونسا رجع على الدفاع، وفازوا برايتن 2-0، عنده جيمتين ضد ساوثهامبتون وليدز، وهو باخذ كورنرات وفري كيكس، فإذا مش صلاح أنا 100% مفكر دين يعني. 100%. شريف، شو رأيك بمنافسك؟ ايش رأيك بالكابتن تاعته؟ صراحة هو حر يعمل اللي بده اياه. انا بالنسبة بالضبط. لي راح بحسها تكون موف خطيرة جدا، وممكن يعني ما تطلع منه بفائدة، بس كمان ممكن يستفيد صراحة، انه دينا زي ما حكى يعني هو مسدد الركنيات والفري كيكس، ففي فرصة لاسيستات وممكن يجيب له كلين شيت واحدة، فبالتوفيق يعني ان شاء الله يكون خيار منيح بالنسبة لك. وبنروح لزيد. زيد، انت مين راح تكابتن؟ أنا زي عمر حيران بين صلاح ولاعب من أستون فيلا بس مش لوكا دين، بين صلاح وكوتينيو. كوتينيو زي ما عمر حكى، أستون فيلا مغيرين سيستم، آخر جيم كان أدائهم كثير أحسن، فبين الاثنين صلاح كثير دائما بيورجينا زي ما شريف حكى إنه هو مضمون ضد مين مكانة الجيم، بس الجيمات تاعون أستون فيلا شوي مغريين، ساوثهامبتون وليدز، مع إنه ساوثهامبتون مش كثير سهلين. صحيح، بتخوف. حتى ليدز مش سهلة، انا بحكي ليدز راح يفاجئ الجميع. كل ما يجي مدرب صحيح، كل ما يجي مدرب جديد الفريق بيلعب منيح، ما هو يعني راح ياكلوا اهداف، بس بحس كمان راح يحطوا اهداف. فانا بالنسبه لي صراحه حيران بين رافينها وماونت،
بس على الاغلب ماونت وعنده مباراه راح تكون ضد بيرنلي ونوريتش، خصوصا اذا فازوا اليوم ضد بالاف اي كاب، فراح يصير عندهم دبل ضد بيرنلي ونوريتش. وماونت ضد ليفربول كان كثير خطير وضيع كثير اهداف، فانا صراحه متحمس اني احط ماونت، بس بدي افكر لاخر ثانيه ممكن اغير لرافينها عشان رافينها خطير وبمدرب جديد، فراح يكون الحماس كثير عالي. شريف انت اخر اشي بدك تحكي لنا مين راح تكابتن؟ يعني صراحة أنا مش عارف لأني لسه ما عملت تبديلاتي لهاي الجولة، بس يعني إذا من الخيارات أتوقع هلأ إذا بتسألني هلأ مين بدي أكابتن، أنا بحطه على صلاح صراحة، لأنه شفنا لاعبين الدبل الفرق الضعيفة بشكل عام مش عم بيعملوا إشي. يعني اللي حط دينيس بالجولة 23 دينيس انطرد، واللي حط فيك هورست كمان بالجولة الماضية فيك هورست ما عملش إشي، جاب 3 نقاط بالدبل. فمش عارف إذا يعني هدول الخيارات مغرية إني أحطه، مع إنه حلو يعني تحط كابتن على واحد عنده دبل لأنه فرصة انه يعمل إشي اكثر من اللي يعني عنده 180 دقيقه مقارنه ب 90. بس اذا هلا انا مبدئيا على صلاح ممكن افكر بحد من دفاع تشيلسي اذا عملت تبديلات، اذا عندهم دبل وجبت مثلا روديجر او تياغو سيلفا ممكن اكابتنهم صراحه، او ادمز مهاجم ساوثهامبتون. حلو، فحسب تبديلاتي بقرر يعني مين بدي اكابتن. طبعا احنا حبينا نفرجيكم انه هذا الاسبوع جدا صعب انك تختار كابتن صراحة، في اختيارات عديدة، وزي ما انتم شايفين هاي 4 اشخاص كل واحد مختار اشي وعم بفكر بطريقة تانية، فانتوا اطلعوا شوفوا هاي اختياراتنا اللي نصحناكم فيها، واحكوا لنا بالكومنتس مين راح تختاروا. عندك شريف اي اشي اخر شي تحكيه ولا خلص هيك لا يعني الامور احنا بس تمام؟ الفكرة انه جبنا ناس زيادة اليوم لانه الجولة مش كتير مبين مين احسن لاعب ومين الهدف، وقلنا ناخد اراء مختلفة ونشوف كل واحد يعني ايش وجهة نظره ومين بحس راح يكون احسن هذا. وهيك بنعطيكم انتم كمان لما تحضروا الفيديو خيارات اكثر تفكروا فيها، مش بس الخيارات اللي انا وفاروق دائما نطرحها. 100%. وبس اظن هيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو، شكرا لضيوفنا زيد وعمر، وان شاء الله بنشوفكم بالفيديو الجاي. وعمر راح يفوز على شريف بالدوري، مع السلامة. خذين وشوفوا كيف حسبوا شريف انا.